الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. رضوان بودان رئيس بلدة القيروان. احنا اليوم في موكب تدشين الفضاء المواطن هدايا الجديد اللي شفتوه اللي هو نعمل فيه بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني اللي هي مولدته، انه يعمل نقلة نوعية في الخدمات اللي مش تقدمها البلدية للمواطنين، خاصة فيما يخص رخص البناء، فيما يخص الأداءات البلدية وعديد الخدمات الأخرى، مش تولي موحدة هناك. شفتوا فضاء أولا رحب ومزيان، ثم انه عندنا معناها تطبيقات اعلاميه وكل شيء بحيث المواطن ما عادش يستحق يمشي للادارات المختلفه باش يقضي قضيته، يولي يجي لهنا في عديد من المواضيع. ثم احنا بعد اذا كانت التجربه الاولى مقدرين باش انه نوسعوا في الخدمات اللي باش يقدمها المشروع هذا. هي الحقيقه هي تجربه جديده بالتنسيق ما بين بلديه القيروان كذلك جي زد اللي هو شريك بالطبيعه اللي قاعد يقدم خدمة كبيرة في مختلف المجالات تدخل القيروان. فضاء هذه تكثر حدود 300,000 دينار الحقيقة من خلال معناها نوع جديد تقديم خدمات جديدة مباشرة للمواطنين. المواطن ما عادش عنده علاقة بالمصالح، يجي ديريكت بالفضاء هذايا يقدم شو الخدمات اللي طلبها. بالطبيعة ثم زابليكاسيون جدد أنا نخدم عليه كل شيء بالإعلامية، مسجل مرقب كل شيء بالديري نتاع كل شيء، ونعرفوا حتى العامل معناها الموظف شكون اللي قدم له في كامل، وهذا كله في إطار تقديم خدمات والتسريع بتقديم خدمات. نعرفوا احنا المواطنين قد ما نقدموا خدمات لكن ثمة تشكيات حقيقة في عديد من الوضعيات هذه. احنا هذا موديل جديد إن شاء الله كي ينجحوا لما لا يقع التنسيق مع جي زد اللي تعملوا في بعض البلدات الكبيرة على الأقل فيها خدمات كبيرة باعتبار زاد أهمية بلدة قيروان على مستوى ولاية قيروان ككل، ونعرفوا حتى الأرشيف نتاعها وهذا العمل نتاعها. هذه تجربة جديدة إن شاء الله نعمها في مختلف البلديات في المرحلة الثانية إن شاء الله. أول حاجة نحن فرحانين احنا في القيروان اليوم تقريبا بعد مدة طويلة كملناه المشروع هذايا، عطلنا شوية الكوفيد على الأقل، معناتها من اليوم فرحانين هذايا عرس في القيروان. توا هذايا فضاء المواطن تقريبا هو رقم 19 في الجمهورية التونسية. بدا أول افتتاح صار في 2013 بلدية منزل بورقيبة في بنزرت، واليوم التجربة هذه قاعدة تتعامل مع البلديات الكل، وهذه في شراكة مع البلدية التونسية ومع الجامعة الوطنية للمدن ومع وزارة الداخلية الشؤون المحلية بلوز اكزاكتومون. المشروع هذه الهدف نتاعو واضح، هو تقريب الخدمات للمواطن، خاصة الخدمات اللي هي فيها نوعا ما نوعا شوية تكنيسيتي معناتها شوية فنية، خاصة رخص البناء والكونيكسيون معناتها ربط شبكات الماء والضوء ونفذ المعلومه وكل شيء. دونك الفكره هي بسيطه برشا، اللي المواطن التونسي اليوم يولي عنده الفرصه باش ياخذ خدمات معناتها عندها كاليتي كبيره برشا، جوده عاليه برشا. اش معناها؟ معناتها اليوم في عوض التونسي ياخذ الشهر نهار كونجي باش يقضي قضيه في البلديه، يولي يجي يقضي قضيته في ربع ساعه ويروح على روحه. الفكرة هي سهلة، هي الفضاء المواطن هو يسهل الخدمة على المواطن وزيد يسهل الخدمة على البلدية، بما أن الخدمات هذه كانت قبل مبعثرة نوعا ما في وسط البلدية. المواطن يقعد يدور من إدارة لإدارة والمخيان في البلدية ما يلقاوش الوقت باش يخدموا على رواحهم، في كل يوم يعديوا أكثر وقت في استقبال المواطنين. دونك الفكرة نحن هي باش نربحوا الوقت للمواطن وربحوا الوقت للبلدية. الخدمة هذه خدمناها تقريبا مع البلديات، صحيح اللي التعاون الفني الألماني هو كانت المساهمة نتاعو مساهمة معناتها أساسا مالية، أما راهو الخدمة معناتها اساسا خدمت مع البلديات ومع الجامعه ومع الوزاره. معناتها نحن خدمنا بصفه كبيره ياسر معناتها على سورتو على الاداره كيفاش نحسنوا معناتها في لي كومبيتونس نتاع البلديين اللي هما كانوا متفاعلين معنا برشا، وخاصه كي دخلنا نحن دي سيستم معناتها دي سيستم دو سويفي اون ليني. معناتها اليوم المواطن ينجم يتابع الخدمات نتاعو عن بعد، وخاصه زيد حتى ينجم ياخذ رونديفو ويجي سو رونديفو ولا ينجم ياخذ التيكي نتاعو اون ليني. الحبيب المجري كاتب عام جمعيه القيروان المجتمعيه وعضو بجمعيه المول. هو في حد ذاته الفضاء ذا كي تراه انت هكا تقول مزيان، حاجه باهيه، حاجه تشرف القروان منطلق ذا. هاو نجمو نقدروا نحن كي عملنا احنا القاعه ذي نتاع الفضاء المواطن والتواصل مع المواطن، هاو قدرنا باش نعملوا حاجه مزيان. باش تقول لي الامكانيات؟ جيرة الامكانيات وقت اللي فما الاراده توجيه الامكانيات، ومن خلال هذه من خلال القاعه هذه الفضاء المواطن
خلينا نكون إيجابيين والنجم نوصل رسالة والنجم نقول راهو في القروان النجم نحدث بلدية قصر بلدي بأتم مالك اللي شرفني أنا. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.